استاذ احمد، احنا فين من هذه المؤامرات المفترض انها مكشوفه زي ما حضرتك بتقول؟ يعني لا كمان انا برضو ايه عندي بقى يتحفظ على كلمه مؤامره، هي مش مؤامره ده مخطط هم قالوه لنا. تمام خلاص كمان مخطط قالوه لنا. لا او الراجل ده قايله من سنه 58، ده حجار على ورقه الشطرنج لويليام كار. والكتاب ده انا قريته مثلا سنه 86 على انه خيال علمي. واخد بال حضرتك؟ اكتشفت ان مش خيال علمي خالص. خيال علمي ايه؟ انا هقرا لك عجب. انا هقرا لك عجب مثلا ازاي الحرب العالميه الثالثه بيتخطط لها اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. وليه بيصعدوا الاخوان المسلمين او صعدوا الاسلاميين اللي في المنطقه. تمام. علشان يخلصوا منهم ازاي؟ يخلصوا منهم. يعني هم جزء من المخطط بعد. بص يا بيه. وبيقول لك قد ايه كمان هو نفس اللي اتعمل في المانيا. اوكي. مع هتلر. هم اللي صعدوهم. باختصار بس كده. اما الحرب العالميه الثانيه فقد مهدت لها الخلافات بين الفاشستيين والحركة الصهيونية السياسية. وكان المخطط المرسوم لهذه الحرب ان تنتهي بتدمير النازية. كويس. خلصنا؟ وازدياد سلطان الصهيونية السياسية. حتى تتمكن اخيرا من اقامة دولة اسرائيل، كانت لسه ما جناش 48 حرب 45. تمام. اقامة دولة اسرائيل في فلسطين. كما كان من الاهداف تدعيم الشيوعية حتى تصل بقوتها، كانتش لسه حصلت الثوره البولشفيه، قصدي حصلت الثوره البولشفيه. بس ما كانش في الاتحاد السوفيتي القوي. القوي ده. هم بقى ازاي ساعدوه انه يبقى قوي عشان يوقعوه. عجب. والله عجب. ويقول لك ما تقولوش مؤامره، لا ده مخطط يا جماعه. وموجود. بيقول لك حتى تصل بقوتها الى مرحله تعادل فيها مجموع قوى العالم المسيحي. كويس. ثم ايقافها عند هذا الحد. اوكي. حتى يبدا العمل في تنفيذ المرحله الثانيه وهي التمهيد للكارثه الانسانيه النهائيه. اما الحرب العالميه الثالثه فقد قضى مخططها ان تنشب نتيجه للنزاع الذي يثير النورانيون بين الصهيونيه السياسيه وبين قاده العالم الاسلامي. تمام. وبان توجه هذه الحرب وتدار بحيث يقوم الاسلام والصهيونيه بتدمير بعضها البعض. هو طبعا الحته دي بقى اتغيرت وبقت ايه؟ الاسلام والاسلام. تمام. ما الصهيونيه خلعت بقى من خلع، ما قعدوا في اسرائيل وقعدوا خلاص بقى الدوله. تمام. فبقت ايه بدل الصهيونيه الاسلام والصهيونيه بقت الاسلام والاسلام. الاسلام الشيعي والسني. وفي الوقت ذاته تقوم الشعوب الاخرى بقتال بعضها البعض. حتى تصل الى حاله من الاعياء المطلق الجسماني والعقلي والروحي والاقتصادي. اقول لك اللي اغرب بقى من كده. ده ما حدث في العراق وايران لما حاربوا بعض لغايه ما انهكوا تماما. ثم كانت ترسانه الاسلحه العراقيه اللي تكومت من خلال 8 سنين حرب فعملوا موضوع الكويت. فدخلوا العراق دمروها هي كمان بنفس المنطق اللي بيقوله الاستاذ احمد. وتقسيم المتقسم وتقسيم ويعني في ايه بقى؟ طيب في بقى الاكتر بقى من كده. وده اهم ما لفت نظري في الموضوع ده، لان انا قريت من سنه 86. وبعدين ضاع مني، جبته سنه 90 لما كنت في لندن. في لبنان. وبعدين بعد ما حصلت الثوره 25 يناير حتى لقيت حاجات عجب بقى لما تيجي تربطها ببعض. هقول لك حاجه، ان اتضح ان كل ثوره ما تفهمش مين بقى بيخش فيها او مين بيعملها. طبيعي بيلعب فيها. بس هي نفس الفيلم. فانا متضايق قوي ان هو ايه نفس الفيلم. انتوا يعني انتوا للدرجه دي مش عايزين تعملوا لنا سيناريو؟ طبعا دور يا استاذ احمد. اتفضل. وانا بس هسال سؤال. ايوه يا ريس. هل احنا يعني هم بيخططوا زي ما هم عايزين. لكن لازم نقول ان احنا اللي بنساعدهم على النجاح هذا التخطيط. طبعا بتفريقنا وتفتيتنا. ما احنا همنا ايه طول الحلم العربي اللي انت عملته. بيقول ايه؟ مين بيقول ايه؟ ده حلمنا طول حضن نلطم. طيب يعني غنى وغنينا لطم ولطمنا صوت في مسرحيات صوتنا. بيقول لك الفنانين فين دورهم؟ ما فيش حد ما اتكلمش في المعارضه. كلنا هممنا الوحده العربيه. طب وبعدين؟ ده احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نعمل سوق عربيه. طيب يعني مش عارفين نتوحد. طب نودي لبنان كذا ونجيب من عند السودان كذا ونودي حاجات تجاريه حتى بينهم بعض مش عارفين. في ناس معطلاك طول الوقت. في ناس مزروعه جواك تعطلك وتحط العصايه جوه العجله. علشان ما تمشيش. والا ايه ليه مش عايزين نتفاهم مع بعض ليه؟ امتى طيب؟ يعني اذا كانت في كيان في وسطينا عمال بيفتت فينا. وعايزين يعملوا شرق اوسط كبير تبقى المهيمنه فيه هي اسرائيل. وتتلغي حاجه اسمها بقى جامعه الدول العربيه وتعمل جامعه الشرق الاوسط الكبير. ونبقى كده تطبيع وانت وهي عامله اللي هي عايزه تعمله.
وانتوا حاسين بالخطوره ديت ومش عايزين تتجمعوا، طب امال يبقى امتى؟ طب انت شايف التحرك اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي الغير مسبوق في علاقاته بالبلاد العربيه، وبانه يعني ايه بيترفع حتى عن ان حد يتكلم عشان يفوت على الناس، يعني لما قطر تقول فهو لا يتعرض اطلاقا باي لفظ قطر عشان يفوت اللي انت بتقوله ده. شايف ان الراجل فاهم قوي اللي انت بتقوله؟ فاهم ده احنا ربنا وعده لنا في الوقت المناسب، عشان كده احنا بنقول دايما مصر محروسه، بس ما نعرفش محروسه ازاي. هو بيجي لها الرجل المناسب في الوقت المناسب. هذا الرجل اللي حطم كل التابوهات ازاي؟ راح الكنيسه سلام، وورط كل الرؤساء اللي جايين بعد منه، وورط الغرب، قال حاجه ما لم يجرؤ رئيس يقولها من 800 900 سنه. ايه بقى اللي قاله؟ وللاسف الشديد مش عارف ليه مش مشتغلين عليها. ايه هي؟ وهو بيسلم الجائزه بتاعت جائزه القران كان في ليله القدر. قال جمله في منتهى البساطه والله العظيم، بيقول ايه؟ قال انا نفسي اسلم الجواز السنه الجايه مش للي حافظ القران، للي فاهم القران. الله، انا سمعت الجمله دي. لا بص، ده بقى كان انا قلت بقى بكره الدوله دي هتقعد يعني اصل تجديد الخطاب الديني ده معناه ايه؟ ما هو انك تفهم. ربنا ما امرناش بحفظ القران على فكره، يعني هو امرنا بتدبيره، وتدبروا القران تدبيره. يعني هو ما امرناش بحفظه. يعني العباده الحقيقيه انك تدبر القران. هتقول لي الموضوع صعب وانا ما بفهمش لغه العربيه. لقد يسرنا القران للذكر فهم من مدكر. هتفهم. الا تتفكرون الا تعقلون الا ما احنا بنقرا جاي لغه عربيه. طب اقرا، هو ربنا هيدي لك هتفهم وهتتدبر. احنا ازاي الجمله دي ما نشتغلش عليها؟ ازاي الجمله دي الدوله دي كلها بقى ما تتجمعش؟ وفعلا لان هي ده الوقت اللي الغرب هي دي الحجه اللي كانوا داخلين لنا بيها. يعني هي دي كانت الحجه ان احنا جايين نمشي من عندكم بقى الارهابيين. فاحنا قلنا لهم لا 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 لا، طب اقول اتعتب. احنا مع انا هتصرف، انا هتصرف مع شعب وجيش وبتاع، مالكش دعوه يا عم. هل تتخيل استاذ احمد السبب في ده ان هناك مؤسسات دينيه مخترقه فعلا من الاخوان؟ طبعا، ده انت من كله، ده انت الاخوان دول طلعوا 80 سنه من اخوانين، في غير الخلايا النايمه اللي هو تبقى قاعد معاه ما انتش عارف اذا كان، وبعدين يطلع فجاه اخوان اللي هو ولا وبعدين فكر ما هو ده فكر ايه؟ اقول على الموضوع دي احنا مصر اللي صدرنا لو كنت بعرف عربي الفكر. رايح لما تجيب لي جايب لي من ابو الاعلى المودودي، ابو الاعلى المودودي واحد ابو الاعلى المودودي هو من باكستان او منطقه في الهند، يعني حاجه يعني ما بين باكستان والهند، كان في الهند وباكستان واحده وطبعا كان من هو ما بعرفش عربي وله كتاب صغير كده بيعتبره كثير من هو خد سيد قطب سيد قطب من المتطرفين ان ده يعني عايز مش عايز اقول قرانهم لكن ده الاساس اللي ماشيين عليه في العنف والتكفير، تكفير المجتمع، يعني تكفير اي مجتمع ده مش مجتمع مسلم لانه لا يتبع شرع الله، القصه اللي وصلتنا للي احنا فيه، واخد بالك؟ فيعني لا ده فكر غريب علينا ومش هيتكرر. واحنا عندنا فرصه تاريخيه دلوقتي فعلا ان احنا بنمر علشان الاجيال اللي جايه ديت بقى ما نقعدش نتكلم في اللي كنا بنتكلم فيه من 1200 سنه. يعني لازم بقى مساله التعليم دي يبقى فيها يعني نعرف نفرق ما بين التاريخ الاسلامي والدين الاسلامي عشان ما يبقاش في حرج. وانت بتبدا ما انت لازم تعرف تاريخك وتعرف الفرق بين الاخطاء، اخدت بالك، وبين الوحي. يعني ايه الرسول الواحد ده ربنا بيبعته لك خلاص ما بنتكلمش فيه في حاجات تانيه، تعالى نتكلم فيها نشوف الموضوع ايه. لان ما يعني مفيش مقدس عندي غير القران. يعني انت شايف يا استاذ احمد يقول لك القران والسنه، ما هو القران والسنه، السنه اللي تتبع القران. انت واخد بالك؟ لكن لازم نفهم الناس ان يا اخواننا السنه ما هياش عين الحديث. لا في سنه قوليه وسنه فعليه. انا الاوان الناس تعرف الفرق. انا الاوان الناس تدبر القران وتعرف الفرق بين الكتاب والقران والمثان السبع والذكر. والا ده نازل بلغه عربيه ومفيش مرادفات في القران. القسط غير العدل، والاعطاء غير الايتاء، والتلاوه غير القراءه. واعجاز القران في انه بيؤدي اللفظ المدلوله. تمام، مفيش مرادف. قسط غير العدل، مقصود هنا غير هنا. يعني انت شايف الاسلام غير الايمان،
لازم الناس تتعلم ده بطريقه بسيطه. مين اللي يعلمها يا استاذ؟ من التعليم، لازم يبدا بالتعليم. يعني المناهج التعليميه يبقى في تاريخ اسلامي مش دين اسلامي، يبقى في تاريخ مسيحي. في احنا ليه بنتعرى من نفسنا؟ لا ما ده طبيعي ان انا عندنا تاريخ مسيحي. هو فيها ايه لما نقول ان ان ان, إن سنه 300 بعد الميلاد اللي عاقبه الملكانيين المسيحيين والمسلمين يعرفوا ده على انه تاريخ. بس اللي انا بقوله لك ده مش هينفع يتعمل غير في حاله واحده، لما ندرب اجيال على ان ما نلخبطهمش في الالفاظ. في فرق بين التاريخ الاسلامي والدين الاسلامي، في فرق بين العادات والتقاليد والعقائد. لازم لو ما فرقناش بين الحاجات ديت وخدناها كله زي بعض، العادات زي التقاليد، وان لما ربنا بيقول النبي هي زي الرسول، لا هو لما بيخاطبك رسول حاجه، لما بيخاطبك نبي حاجه. اقعد تدبر وشوف ايه الايات اللي بيتقال فيها. بس اللي بتقوله ده يا استاذ احمد يعتمد على ان انت قبل ما تغير المناهج انت تغير المدرس اللي بيدرس. المدرس ما هو المدرس ده اللي قاله بيه طه حسين في مستقبل الثقافه في مصر. ايوه مش كده؟ طبعا. ده 323 صفحه. قال لك مشكله مصر في نخبتها اللي جايه، لان طول ما انت مشغلهم ابن تيميه وسيد ابن رشد حتى حتى يولد اجيال. يعني درس ده ودرس ده. يعني ما تستبعدش، فاهمني؟ طبعا يا استاذ احمد، هي المشكله كلها ان انت عايز الناس اللي فاتت من 1000 سنه محدش يراجع فتاويها بحجة قدسيتها، وهي دي مشكلة نصر حامد ابو زيد ومشكلة كله. لا كله كله لا، بس نصر حامد ابو زيد برضو كان له سكة تانية، لكن هو طه حسين اللي اتظلم في الموضوع ده. لان طه حسين هو الوحيد اللي حل اشكالية قعدوا فيها ان اللغة العربية شعر ونثر. طبعا اللي هو في الشعر الجاهلي. فراح لهم لا، اللغة العربية شعر ونثر وقرآن. فانت ما تقوليش بقى ان الالفاظ ديت معموله على الفاظ العرب زمان. لا دي الفاظ منحوله اتاثرت بالقران، مش القران اللي اتاثر بيها. موضوع كفروه بقى. لا ده كفروه. ده موضوع كبير. كتاب الشعر الجاهلي ده كتبه الكاتب الكبير طه حسين. طبعا هو كان في شتة كده في الشعر، بس هو صلحها في الادب الجاهلي بقى. لا بس الرائع في الموضوع انما ان هم لما كفروه هناك رئيس نيابه طبعا ما زلت اتذكر اسمه محمد نور الدين، رئيس نيابه مصر الجديده، ادى درس لبتوع الدين في الاجتهاد، ان هذا رجل اجتهد فله اجر ان لم يصح في اجتهاده، وله اجران ان صح في اجتهاده، لكن في الاخر هو بياخد يؤجر على الاجتهاده. ده قاله رئيس نيابه بيعلم بتوع الدين معنى الاجتهاد في الدين. وخصوصا هو ما نقدش القران. هو نقد التفاسير. ونقد ان ايه، ان التفاسير جايه على الفاظ يقول لك كما كان يقول القدماء. فقال لك لا، يعني الحاجات بتاعت امرؤ القيس ما هو اللي وصل لمرحله ان قال لك ان في ناس قال لك ان القران قال متاثر بامرؤ القيس لان ايه، اقتربت الساعه وانشق القمر. فهو طه حسين بيدافع وبيقول لا ده شعر منحول، ده اتعمل بعد. اتنسب لامرؤ القيس. هي دي المشكله بقى. ازعل منه منحول دي. لا ده ازعل منه واحد بيقول لي لا ده اللي متاثر بده، ازعل منه. وامشي مع اللي بيقول لي لا ده القران استقر العظيم متاثر بالشعر. تعتقد ليه يا استاذ احمد دائما من يحاول التجديد او من يحاول الخروج على السائد حتى لو كان بقيمة طه حسين بيتم الهجوم عليه؟ هل هناك استفادة احنا لا نعلمها من وجود كهنوت لا تستطيع الاقتراب منه؟ ما هي دي المشكلة، وهو دي عظمة الاسلام. انه نزل قال ما فيش كهنوت. وعايز تجيني تعالى لي لوحدك. وعظمة رسولنا اللي فهمه الغرب يمكن اكتر مننا. يعني 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 شوف برنارد شو كاتب ايه على رسولنا الكريم. شوف تولستوي عمل كتاب اسمه حكم محمد. يعني حاجة خرافية. جوتا فيلسوف الالمان العظيم تولستوي الروائي للروسي العبقري. شيء يعني شوف كاتب ايه على سيدنا النبي. يعني حاجه عظمه. شوف هم شايفينه ازاي وشايفينه عالمي ازاي. شوفوا يا جماعه بس الفنان المثقف الجميل اللي الواحد قاعد مستمتع بالحوار معاه، والحقيقه مثال للفنان القاري الفاهم اللي عارف يقول ايه امتى في انهي موضوع. انا بحييك يا استاذ احمد الحقيقه. انا بس بكلمك، انا مع صاحبي وحاسس الناس صحاب. وعايز الناس تبقى متفائله بقى وفي امل. لان فعلا انت متفائل يا استاذ احمد قوي والله العظيم قوي. الشعب ده كله لازم يتفائل. قبل ما انهي الحوار الممتع والرائع، التشاؤم انحطاط، قل للناس رساله من الفنان الجميل احمد ادم عن مستقبل مصر شايفه ازاي لو ما تفائلوش وتشائموا. اقسم برب العزه ان مصر باذن الله في 8 سنين هتبقى امبراطوريه.
ان شاء رب العالمين بس بشغلنا وبعرقنا وبجهدنا احنا حابين البلد وعملنا كشعب شعب عملت اللي انا كان زمان انتحرت لو ما حصلش 30 يونيو لان كنت حابب اصطدمت في شعب انا بتكلم عنه بقالي سنين واثق فيه واثق امتى بيتحرك واثق ما فيش حد بيهزمه كان عند توقعك وبقى ايه كان عند توقعك فوق توقعي الحمد لله فوق توقعي انت لما تشوف امهات الشهداء بتشوف بيتكلموا ازاي وفي ست عظيمه يا عيني بيتقال اغنيه وطنيه راحت معيطه فقالوا لها ما تعيط قالت لهم انا مش بعيط على ابني انا بعيط على مصر انا عايزه مصر دي اشوفها احسن بلد في الدنيا اخد بالك هي دي بجد احنا هم طبعا بيحاربونا حرب نفسيه لكن على مين احنا بتوع الصبر والحضاره السبعة آلاف سنه دي ما قعدتش الا عشان الصبر وفي جوه امثالنا اصبر على جار السوء يرحل يتيجي نصيبه تشيله يعني بص فاحنا لا احنا صابرنا وهنجيب نصيبه تشيله وشلناه وان شاء رب العالمين بس نفضل وراه الرئيس والله العظيم لان هذا الرجل حطم كل التابوهات وهو لوحده بيشتغل لوحده دوله لوحده ربنا نفسي بقى احنا كسياسي الناس السياسيين والناس اللي بتحب البلد دي بجد احنا خلاص الشعب شاور الشعب شاور وعرف ابعد وخلاص ما حدش هيضحك عليه تاني وانتهى الموضوع ما حدش هيضحك على الشعب ده تاني اجمل كلام ممكن ننهي بيه هذا الحوار الرائع اللي انا شخصيا استمتعت بيه مع الفنان والنجم الكبير احمد ادم نورتنا يا استاذ احمد يا حبيبي وشرفتنا ما اتكلمناش في الفن اتكلمنا في السياسه مش عارف ليه لا بس حوار رائع وممتع الراجل عندي حاجات كتيره في الفن عايزك بعدين بقى هنعمل ده انت تنورني يا سلام ده انت شرفت البرنامج يا استاذ احمد شكرا جزيلا يا حبيبي وعد دلوقتي فاصل وهنستقبل الفائز بستار اكاديمي النجم الجميل اللي كل الشباب والفانز مستنيينه محمد شاهين استنونا وانتحروا